حضرنا بالتقرير اجواء كثير كانت حلوه. احنا اكيد كنا موجودين امبارح، موجودين وواكبنا هون برسائل، يعني راحت على اللي ما حضر مثل ما بيقول. رح نبلش اولى مساحاتنا لليوم ورح نستقبل ضيوفنا لليوم واللي هن كانوا موجودين بالعرض، عرض بيارقه النصر. رح يكون معنا الاستاذ نبال بشير وهو مخرج العرض وقائد فرقه ارام الرقص المسرحي والفنان محمد قنوع. يسعد صباحكم، اهلا وسهلا فيكم. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير واهلا وسهلا فيكم. عم تسمعونا؟ طبعا طبعا. لانه هيك ضجه صوت الناعوره قوي كثير. استاذ نبال واستاذ محمد اهلا وسهلا فيكم ويسعد صباحكم. يعني حما امبارح كانت منوره بكم هالمواهب الموجوده كانت على هالمسرح اللي نحن موجودين فيه. بالبدايه مع حضرتك استاذ نبال، يعني ايام كثيره تم تحضير لمهرجان ربيع حما 15 اليوم. خلينا نحكي، يمكن فرقه ارام مو اول مره بتشارك واخراجيا حضرتك مو اول مره بتشارك، خلينا نحكي عن الاختلاف الفظيع يلي يمكن الفيسبوك كله امبارح مبسوط بصور العرض والعالم كلها كانت كثير مبسوطه. نحكي اليوم السنة عن الاختلاف يلي حققتوه على هالخشبه. اول شيء صباح الخير من سوريا بلد الشمس، من وتحديدا محافظه حما، بلد الاصاله والثقافه والجمال والابداع. بالحقيقه قدمنا عمل احتفاليه وطن بعنوان بيارق نصر بمشاركه 4000 شاب وشابة وطفل من مختلف الفعاليات الأهلية والشعبية بمحافظة حما. العمل كان بيتناول الجانب الثقافي والتاريخي لهي المدينة العريقة ضمن رؤية فنية وإخراجية بمستويين بين المسرح والمرور الكرنفالي اللي كنا عم نشوفه ضمن الاحتفالية، وبمشاركة نجوم الدراما السورية الفنان الصديق محمد قنوع. هلا كمان على الهواء الإخبارية كمان مشاهد من العرض. تماما. والفنانة الزميلة روبين عيسى. الأساتذة نقلونا بالربط الدرامي من حقبة لحقبة تاريخيا. صحيح. وصولا ل خلينا نقول لأبطال الثورة السورية الكبرى، تناولنا ضمنهم شخصية المجاهد فوزي القاروخجي اللي هو ابن مدينة حما، وصولا لإنجازات تشرين. تناولنا ضمن العرض تحية لجولان الصامد اللي أكدنا نحن أنه جولان أرض سورية، وبنهاية العرض قدمنا ضمن هالاحتفالية الوطنية تحية لأبطال الشمس أبطال الجيش العربي السوري. لون كل التحية أكيد أبطالنا بالجيش العربي السوري. صحيح. رح ننتقل للأستاذ محمد. يعني امبارح شفنا عرض كتير ضخم وكتير حلو مثل ما قال الأستاذ نبال، أكثر أو 4000 مشارك. خلينا نحكي عن خصوصية مشاركتك بالعرض امبارح. هلا بهيك كرنفال بصراحة أنا أول مرة أكون موجود على هذا الحجم الواسع والكبير. البروفات ما كنا نلتقي كلياتنا، يعني ما كنا نلتقي مع الجميع والناس اللي مرت قدام المسرح والجحافه اللي مرت. فانا امبارح كنت عم اتفرج ومستمتع بهدول الناس مثلي مثل اي حدا كان قاعد على المنصه او قاعد على الطرف عم يتفرج. الشكر الكبير عن جد للمحافظه بشكل عام. يعني انا بحس امبارح انه كل حما كانت موجوده بهي الساحه، من السيد المحافظ اللي الشكر الكبير له وكل اللي بيشتغلوا بهي الفعاليه. امبارح كان كرنفال حقيقي. صحيح. يعني انا ما حسيته افتتاح مهرجان ربيع، راح خيالي لشيء له علاقه بافتتاح اولمبياد. يعني لما انت عم تشوفي الفرق اللي عم تمر والقصص، يعني كان في كم كبير وعالم كثير، فيعني شيء عن جد بيخلي الواحد يشعر بالفخر انه نحن موجودين بهي المدينه. وانا سعيد جدا انه نبال اختارني اكون موجود ضمن هي الجمهره او هي المهرجان العظيم انا برايي، يلي امبارح ترك اثر وبصمه كثير كبيره. يعني من ردود افعال العالم على السوشيال ميديا ولا على التلفزيون ولا على التليفونات، كان في متابعه كثير كبيره من كل سوريا. يعني جاني تليفونات من كل المحافظات انه كثير كان العمل جميل وكثير كان رائع. اخذ ضجه واسعه. اخذ ضجه كثير واسعه. محمد، يعني امبارح حضرتك انت والمدام روبين كنتوا موجودين على هي الخشبه، كنتوا قائدين بعمل بطولي من الملاحم المتعدده اللي قدموها ايضا خلال العرض. خلينا نحكي يمكن من خلال مشاركتك كانوا جملك
بهي المهنية، يعني بعيدا عن التمثيل، مع شعورك امتزجوا مع العرض اللي كان موجود اليوم. خلينا نحكي عن أهمية يمكن الممثل بالمشاركة بهيك مهرجانات، يمكن وإيصال وجوده بسوريا ووجوده بحما ووجوده ومشاركته أيضا بالمهرجانات. على هذا واجب على كل ممثل، يعني والممثل بهيك حالة بالعرض اللي صار امبارح بيارق مصر، وجود الممثل ضروري، انا بشوفه انه ضروري. الممثل له حضور ما بيشبه اي حدا، يعني لا بيشبه المقدم ولا بيشبه المذيع ولا بيشبه المخرج، وله محبه عند العالم مختلفه تماما. وجود هذا الممثل بمدينه مثل حما ما بتخيلي استقبال العالم لنا، ما بتخيلي كم التعاطف معنا، يعني صرنا نخجل، يعني عن جد شعب مدينه حما شعب مضياف وشعب كريم، ما عاد عرفنا، يعني صار كل ما نفوت لقرنا يحمر وشنا من الخجل. بدنا نعمل شيء انه يا جماعه نحن جايين نقدم واجبنا، يعني ما لنا جايين وقلنا منيه على حدا، بالعكس هذا شرف كبير انه نحن نكون موجود بيناتكم. وحما مدينه عريقه، يعني وقت نحن عم نحكي وعم كل كلمه قلناها عن جد كنا حاسين فيها، يعني سواء عن المجاهدين اللي راحوا بحما واستشهدوا وقدموا دمهم لهذا الوطن، وصولا الى حكينا عن مرحلة بمصياف إلى خصوصيتها، حكينا عن الجولان اللي هي كانت حديث العالم بالفترة الأخيرة، يعني كل كلمة كنا حاسين فيها من وقت ما كنا عم نسجل، شعور مترجم يعني تماما، يعني وكل بروفا وكل هي، والعرض طبعا هو توج كل شيء، يعني وجود السادة الوزراء والمحافظين وهالجمهرة الكبيرة، يعني شعور مختلف، يعني أنا ما بقدر أوصف لك قديش كان شعورنا ونحن عم نشوف كل هذا الكم من العالم، وهي العالم المبسوطه جدا، هي يمكن وهي المحبه من كل تماما. الناس مثل ما قلت، يعني حتى انت وقت بتحكي جمله مثلا عن الجولان بتتفاجئ انه اللي قاعدين شي 2001 على المنصه انه كلهم وقفوا، يعني وقفوا صفوا، ما انه مثلا صفوا باسترخاء، يعني قضيه كثير بتهمنا تماما على المشهد، فشعور مختلف تماما بدنا نروح للاستاذ نبال، يعني اللي شاف العرض امبارح كنا عم نحكي هيك بالكواليس انه هيدا العرض سوري بيشبهنا، شفنا فيه كل الاطياف اذا بدنا نقول، من الصغير لكل المهن. هي خلينا نحكي اول شيء عن تحضيرات هذا العرض، مثل ما قال الاستاذ محمد مو يعني هو كثير صعب تقدر تحجز 4000 شخص بقلب البروفا، خلينا نحكي عن الصعوبات اللي كانت بهيدا العرض. هلا اول شيء للامانه يعني الشكر الكبير لمحافظه حما متوجه بشخص السيد المحافظ مدينه حما واللجنه العليا لمهرجان الربيع. سيد محافظ نحن اجتمعنا من 3 شهور قبل الفعاليه للتحضير لحفل الافتتاح. للامانه كان في مواكبه لكل التفاصيل، يعني اللجنه العليا مع السيد المحافظ كانوا عم يتابعوا كل التفاصيل. بلشنا تحضيرات نحن مع المنظمات الشعبيه والاهليه، تدريبات من قبل 3 شهور وتحضيرات حتى وصلنا لهي النتيجه. كنا نعمل هذا المزج بين الاداء الحركي لفرقه ارام المسرح الراقص، انا بقول لهم صباح الخير، بقول لهم شكرا، ابدعوا امبارح وقدموا جهد كبير، هم الراقصين والمصممين وكل الصف اللي كان فرقه ارام. خلينا نحكي عن خصوصيه العرض، شو الجديد اليوم اللي فرقه ارام متعودين عليها دائما بكل الايفنتات الكبيره بالبلد هي موجوده، خلينا عن الخصوصيه اللي قدمتها اليوم لهذا المهرجان. خصوصيه هذا العرض، نحن اليوم العرض بيروح لسياق المسرح الاستعراضي الكرنفالي، نعم مختلف شوي وقت نطلع عن خشبه المسرح على سبيل المثال، وقت نطلع من دار الثقافه دار الاسد بدمشق بيكون مختلف الرؤية والأداء الحركي عن الشيء الكرنفالي اللي كنا عم نشوفه. خصوصية العرض انه اليوم نحن بلامسنا كسوريين تناولنا التاريخ الثقافي للمدينة حما، هذا تاريخنا وثقافتنا كسوريين، ثبتنا على هي الثوابت انه نحن باقيين مثل الأحجار مثل الناعورة. كان في نحن عم نقول انه جيل بيورث هي الامانه لجيل، نستمد قوتنا وثقافتنا من تاريخنا، من تاريخنا العريق اللي هو الاف السنين. فهي اليوم نحن هذا الشيء اللي يمكن عمل خصوصيه، اليوم العرض بيشبهنا كسوريين، عشان هيك كان في هذا التفاعل من الحضور الكبير والمشاهدين، يعني فهذا الشيء اللي بيميز العرض كبيارق مصر. طبعا انا بدي الفت الانتباه انه نحن اليوم كان الشيء حقيقي، قدمنا
فقرات حقيقيه مشاركه كلها لايف. طبعا مشاركه، خلينا نقول كان في فقرات حقيقيه مشاركه ابطال من ابطال الجيش العربي السوري وابطال من المهام الخاصه بالشرطه، قدموا عرض كان حقيقي ورائع، مشاركه خلينا نقول الاليات الشرطه والجيش، وكان في مشاركه لحتى سلاح الجو من نسور الجيش العربي السوري. اضاف هذا الحماس والعنفوان على الاحتفاليه يعني. نعم يعني عن جد مثل ما بيقولوا اشتقنا للعروض، اشتقنا يمكن امبارح ما بعرف اكيد شفتوا الناس كيف هي وعم تحضركم وتتابعكم، دمعه بعيونها يعني. دمعه الفرح بعيونها يعني قديش هيك يعني. احنا اليوم احتفاليه وطن بيارخ مصر هي احتفاليه مصر. نعم واكيد احنا ان شاء الله سوريا دائما منتصره، واليوم الرساله من حما عم نقول احنا ان شاء الله بدنا نعمل الاحتفال الكبير مع خروج اخر مسلح من إن شاء الله. من حما ان شاء الله يا رب. من الريف يعني ريف حما ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. استاذ محمد هيك خلينا شوي بعد ما حكينا على العرس وهيك نرجع بالزمن ونحكي عن الكواليس يلي كانت تصير بايام البروفات، يعني شفنا شب انكسرت اجره من عند الاستاذ نبال، بدنا نقول له سلامه قلبك، وايضا كل حدا يمكن تضرر، صار في يمكن هيك اجواء من التعصيب واجواء من الضحك واجواء من الفرح، خلينا هيك نعيش هي الكواليس ونوصلها للمشاهدين، يعني هذا العمل ما طلع هيك بظرف ثواني، اكيد في تحضيرات، في عياط، في ضحك، في يمكن في خناق. تماما خلينا نحكي مصالحات. لا انا الاستاذ نبال ابدا ما في شيء، لا لا ابدا ما في منا الاستاذ، لا لا بالعكس هو الجهد الكبير بصراحه يعني كان عند الاستاذ نبال، يعني انا بحس حالي انه انا ضيف على هذا العمل وضيف يعني مساحه معينه، اما التقل الكبير الحقيقي اول مره اجتمعنا انا والاستاذ نبال بالشام وحكينا انه بدنا نجي على حما، وحكى لي هلا انت وقت واحد بيحكي لك والتصورات تبعه ممكن ياخذك لمكان تقولي شوي عم يبالغ، انه ماما يعني معقول 4000 يعني انه في رقم مبالغ فيه، بتضطري تمشي ما تدققي عند هي التفاصيل، بس اللي شفته امبارح اللي شفته بالبروفات واللي شفته بالجهد والتعب والوقت، يعني انا بتذكر انه وقت عملنا البروفا نحن امبارح الخميس كان الافتتاح الساعه 7، عملنا بروفا قبل بيوم خلصت الساعه 11 بالليل، فالصبح عم بفطر بالاوتيل فشفت نبال جاي من برا، قلت له نبال صرت؟ قال لي لا انا هلا اجيت لسه، يعني كان هو سهران كل الليل بينما نحن كنا نايمين ومرتاحين، نحن وفرقه الراس وكل العالم اللي راحت واجت ومرت والقوات والاطفال كله كان نايم ومرتاح، الا هو قاعد عم يشتغل مع جماعه تصميم الاضاءه والصوت ليعملوا الرتوش النهائيه لتصميم العرض. هلا هذا الجهد ما ببين، هذا الجهد بينحس فيه، عرفتي؟ يعني هو امبارح وصل للعرض كان صار له 48 ساعه ما نايم، وعن جد بده مخ بده عقل يستوعب اللي صار بالعرض تماما. يعني كونه نحن عم نشتغل مع شباب وشابات من المحافظه، فنحن اجباري رح يكون في عندنا مشاكل بكيوهات الانسحاب، فلازم نعطي هذا الكيو. وانا كمان يعني بدي لفت انتباه الاستاذ محمد، انا بدي اتشكر الفريق التقني اللي كان معنا، شكرا على الجهد الكبير اللي قدموه من المهندس صوت الاستاذ نضال فصون، نحن عم نحكي بفيو ما تشوف مع صوت الناعورة، فصعب كثير اليوم نعمل صوت مضبوط يطلع ضمن هذا الطقس. بدي اتشكر مهندس الإضاءة الأستاذ أسعد سعادة اللي كان موجود معنا على الجهد، لكل الفريق التقني اللي كان موجود معنا، شكرا للشباب اللي كانوا بالباك ستيج، هن مهمة كثير كبيرة طبعا طبعا طبعا، وهن أبطال حقيقيين، دائما الشخص اللي بيكون بالباك ستيج هو بطل حقيقي لحتى نشوف هي الصورة يعني كصورة متكاملة يعني. اكيد يعني مثل ما قلنا ليا كان نحن حضرنا العرض وشفنا الاستاذ نبال كان امبارح، بعدها طلعت على المايك بدك تضبط، يمكن انت كنت قائد الاوركسترا ل 4000 شخص وعن جد الصورة وصلت باحلى ما يكون، بدنا نشكركم كثير والله. بس انا قبل ما نختم بدي اقول انه هذا العمل هو نحن كونا عائلة كبيرة بمحافظة حما اللي هي جزء من العائلة الكبيرة السورية، هو عمل جماعي بامتياز، الشكر لكل الفريق اللي اشتغل مو بس لإلي او للاستاذ محمد او للممثلين، هو بالفعل عمل جماعي، الاطفال اللي قدموا لوحه هون اللمه كانت حلوه والكلمه كانت
سوريا، شكرا لكل فريق العمل، شكرا لسيد محافظ مدينه حما. اكيد بدنا نقول صباح الخير لسياده المحافظ اللي كان معنا لحظه قدم جهد، يعني نحن اليوم وقت نشوف يعني السيد محافظ الساعه 3 بالليل حضور له يواكب كل التفاصيل، هذا اكيد يعني يحسب لهي المدينه، وان شاء الله دائما بالعزم حما وسوريا اكيد بيارخ مصر ان شاء الله. اكيد يا رب. استاذ محمد شكرا كثير، وسوريا اكيد بيلبق لها شبابها يعني يعطوا هالمواهب يلي عندهم. نحن الشعب بشكل عام الشعب السوري بيلبق لنا الفرح، بنحب الفرح اكيد، وقد ما حاولوا انه يمنعونا انه نفرح رح نصنع الفرح بايدينا اكيد. وانا بدي اشكركم فعلا، وبدي اقول لكم الله يحمل معكم يعني خلال هالمهرجان على الاعلى بالشمس. الله يقويكم. حلوه شمس، الشمس ما في احلى من الشمس. برونزاج زيت شوي. شكرا كثير لك استاذ محمد. استاذ نبال شكرا كثير، يعطيك العافيه، وانا اكيد بدي ضم صوتي لصوتك واقول تحيه لكل الجنود وراء الستارة هي، كانوا كلهم عم يمكن خلايا من النحل العامله على مده ايام كثيره. شكرا لكل الناس اللي كانوا مشاركين، شكرا لفرقه ارام، واكيد ناطرينكم بعمل مشترك جديد بليق بسوريا. شكرا كثير لكم.